بنرحب بحضرتك في موقع الفجر الفني، مبارك لحضرتك على الفيلم، وعايز اعرف ايه اللي شدك للفيلم والانتاج العمل، انك تفكري انك تعملي حاجه شبه دي او بالفكره دي. طبعا انا كاول تجربه ليا في الانتاج حبيت اني اعمل، ما اعملش عمل درامي او عمل يعني اكشن فيه عنف وحاجات زي كده، خصوصا ان كلنا محتاجين كوميديا الايام دي، الناس شويه تطلع من، طبعا بنسمع للاسف كوارث كتير، ربنا يكون في عونهم، نفس المغرب وليبيا، فالناس يعني شويه يعني محتاجه حاجه تخفف عنهم يعني. شايفة الفنانين المصريين تعامل معهم عامل ازاي؟ وجودك في مصر عجبتك وفي اماكن معينة يعني علقت معاكي او كده؟ شوفي، التعامل مع الفنانين سواء او الناس في مصر انا متعودة عليه، لاني انا باقي مصر كتير، يعني بحب مصر كتير. ايه اكتر حاجة بتحبيها في مصر؟ كل حاجة. فبالنسبة لي لا، التعامل كل حاجة عادي يعني. وما تنسيش كمان ان احنا يعني طلعنا وتربينا مدرسين مصريين، دكاترة، ده انا بتكلم في بلدي يعني، دكاترة عندنا مصريين، فاوريدي يعني كل حاجة تمام. اسم الفيلم له سبب معين ان هو يتسمى بالاسم ده؟ ايوه، اسم الفيلم ليه سبب معين، طبعا هي حاجة رفلكت جوه الفيلم، يعني اكيد اما ان شاء الله يطلع الفيلم وتشوفوها هتربطوا الاسم بيه. متحمسة لردود الافعال بتاع الجمهور للفيلم؟ كتير، وصراحة السيناريو والحاجات دي احنا يعني قريناها مع كذا حد، يعني باخد رايهم فيها، فالفيلم يعني في اصل كوميديا ما بتضحكش، هو بيقولوا عليه كوميدي بس ما بيضحكش، بس احنا مع اختيارنا للفنانين والنجوم اللي معانا واختيار السيناريو بتاع الفيلم طبعا حاجه كتير كويسه. في حاجه جديده بتفكري تعمليها، مشروع جديد بعد الفيلم ده؟ قصدك في السينما والافلام؟ طبعا احنا شغالين على مسلسل درامي، وبنشوف لسه سيناريوهات كبيره يعني هنختار منها، وان شاء الله كمان نقدر يعني نلحق برضو على الموسم الرمضاني اذا قدرنا ان شاء الله. بتفكري تعملي حاجه في المسرح، او يعني المسرح بيشدك زي السينما والدراما؟ بالنسبه لي انا كل الافكار ورده، خصوصا انا لسه يعني اول عمل ليا، فليه لا، اذا شفنا حاجه حلوه واني يعني الناس حباه اكيد هندخل فيه، ما فيش يعني اني حاجه ممكن ما نعملهاش او موقفه او في بالي بس سينما او سينما بس يعني، فما عندناش مانع. في فنان معين مصري حابه انك تتشاركي يعني يكون معاكي في عمل جديد؟ هو شوفي، كل سيناريو بيحدد انت تقدري تختاري مين من النجوم والفنانين، انا بالنسبه لي يعني كل واحد اكيد لي يعني قيمته الفنيه، كل واحد لي دوره اللي هو بيحب يجسده، فعلى حسب السيناريو. لما الاختيار بيقع على الفنان، ده قرار بتاخديه لوحدك ولا المخرج بيساعدك فيه والكاست؟ لا طبعا، القرار ده مش لوحدي، بس انا طبعا يعني في الاختيارات انا موجوده معاهم، واني انا بقول ممكن ده ممكن لا، بس طبعا انا باخذ طبعا اللي عنده خبره، هو المخرج اكثر يمكن، عشان هو شايف حاجه انا لسه مش شايفاها ولسه انا بتعلم فيها، فلا طبعا انا ما عنديش اني انا يعني منتجه اني خلاص انت عندك بادجت هتديه وتمشي، انا بحب اتعلم. نورتينا حضرتك في الفجر الفني، وفي مصر منوره بيك. شكرا.